فتحت البوابات على بركة الله اندفاع للجهاد المبتدئة متنافسة على مسافة 1600 متر عمر 3 سنوات بمشاركة 17 اسما في هذه المنافسة. يبرز مونجمبرا في المركز الأول هنا من المسار الخارجي، وأيضا لدينا هناك الدكتور هشام للمركز الأول من الخارج، فيما الخوارزمي يأتي من المسار الخارجي هو الآخر لهذه المنافسة، فيما تواج من المسار الداخلي هنا يتقدم إلى جوار السياج للمركز الأول. هناك الخوارزمي من المسار الخارجي في ظل متابعة من دكتور هشام في المركز الثالث، بينما هنا يأتي نايل العز للمركز الثالث يتقدم الآن في ظل حضور من يوم سعيد للمركز الخامس في هذه الصورة تحديدا متابعينا الكرام، بينما أوتوميكن باك للمركز السادس في هذه الصورة، بينما تواج يتقدم بكل قوة ما شاء الله تبارك الله بقيادة كاميلو سوبينا وبشعار خالد بن مشرف بن مطلق يتقدم للمركز الأول، يحاول أن يوسع الفارق أكثر وأكثر بظل هذه الملاحقة القادمة من يوم سعيد في المركز الثاني، فيما يبتعد تواج متابعينا الكرام. يبتعد تواج في المركز الأول، يبتعد ويوسع الفارق في ظل الملاحقة القادمة من نظيم في المركز الثاني، بينما تواج يواصل هذه الانطلاقة السريعة منذ الانطلاقة وحتى وصوله إلى خط النهاية مع كاميلو سوبينا. ما شاء الله تبارك الله، تواج يسيطر على هذا الشوط منذ الانطلاقة ويصل أولا إلى خط النهاية بقيادة كاميلو سوبينا في انتصار آخر وانتصار متتالي لكاميلو سوبينا في هذا المساء، وبذات الطريقة التي انتصر فيها مع اعتبارات في الشوط